أنا أعمل بمستشفى ووجدت مبلغ من المال في أحد العبوات فأخذته وسلمته لإدارة المستشفى، فهل علي شيء؟ إذا سلمته لإدارة المستشفى وانت تعرف إن إدارة المستشفى ستعلن عنه وتبحث عن صاحبه فلا بأس، تبرأ ذمتك. أما إذا كانت إدارة المستشفى لا تعمل هذا الشيء ولا تهتم به فإنه يبقى في ذمتك، أنت المسؤول عنه، يجب عليك أن تعرفه. نعم.